أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: رأيت رجلا يدعو وهو متوجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأشرت له أن القبلة هنالك، فقال لي: الرسول صلى الله عليه وسلم هو قبلتنا، أعوذ بالله، وحياته في القبر تنفع الأرواح، أعوذ بالله، واستدل بقوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل طيب أحيان. والذين قتلوا في سبيل الله نتوجه لهم، هم أحياء حياة البرزخ، هل يسرع لنا أن نتوجه للشهداء ندعو متوجهين إليهم؟ من قال هذا؟ هذا جاهل أو معاند مغالط. لكن أنت جزاك الله خيرا نبهته، كونه لم يقبل هذا إثمه عليه. نعم.